لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض نائب رئيس وكالة أنباء أركان الأستاذ عبد الله عبد القادر. أهلا بكم إلى استوديو رافدين أستاذ عبد الله. حراك للمجتمع الدولي حول أزمة مسلمي الروهينجا، كيف ترى أثر هذا الحراك على أرض الواقع؟ نعم سيد الكريم، تحية لك ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الحقيقة مجلس الأمن الدولي عقد يوم الثلاثاء الماضي جلسة لمناقشة وضع مسلمي الروهينجا، وكانت هذه الجلسة بدعوة من 8 دول. هذه الجلسة خرجت أيضا بتوصيات وخرجت تصريحات كانت ضد حكومة ميانمار، مطالبة هذه الحكومة بإرجاع حق الجنسية، هي من الحقوق الأساسية والمهمة، وهذا الحق هو الذي تسبب في كل هذه المآسي. المجلس طالب بإعادة هذا الحق لمسلمي الروهينجيا وإعادتهم إلى ديارهم سالمين، وحتى يتمكنوا من أداء عباداتهم بشكل آمن، ويعني لا يوجد أي تهديدات ضدهم. أيضا هناك عدد من التحركات الموجودة الآن في العالم الإسلامي، يعني مثل المنظمات الإنسانية وغيرها، وهذه التحركات آتت أكلها وكانت جيدة إلى حد ما من تخفيف الألم عن المسلمين اللاجئين الروهينجا الذين كانوا في بنغلاديش، ولا زالت الأزمة مستمرة لأن المأساة كبيرة جدا، وحتى أن الدول الكبيرة ولو تجمعت الدول الكبيرة لا يمكنها أن تخفف منها أن تنهي هذه الأزمة إلا إذا كانت ميانمار أنهتها بشكل جذري من ولاية أراكان وأعادت الروهينجا إلى ديارهم، ولم تطرد المسلمين الذين موجودون في ولاية أراكان ولم تخرجهم من ديارهم. فقط في اليومين الماضيين المفوض الأممي لشؤون اللاجئين أعلن عن دعمه لحق الروهينجا بالجنسية، إلى أي مدى ترى أن حكومة ميانمار يمكن أن تستجيب لمفوض شؤون اللاجئين؟ أنا لا أتوقع أن حكومة ميانمار سوف تستجيب مباشرة لهذه التصريحات أو لهذه المطالبات التي تخرج من مجلس الأمن، وذلك لأن الظالم أو الذي يسلب حق الآخرين لا يرد الحق إلا بالمطالبات بالمتابعة وبشيء من ممارسة الضغط على هذا الظالم الذي سلب حق من الحقوق الأساسية بالنسبة لمسلمي الروهينجا. إضافة إلى سبب آخر هو أن هناك طرفان في الحكومة الميانمارية مهمان جدا وهما يؤثران في صنع القرار. الجيش الذي ترك السلطة منذ سنوات قليلة لا زال يؤثر في الدولة العميقة في ميانمار، والسلطة المدنية الموجودة في ميانمار حاليا لا تملك كثير من القرارات أو لا تملك السلطة على الجيش وعلى وزارة الإعلام ووزارة الحدود وغيرها من هذه الوزارات التي لا زالت تحت يد السلطة العسكرية السابقة، ولذلك لا أعتقد أنه في المستقبل القريب العاجل أن تقبل حكومة ميانمار بهذه المطالبات إلا إذا اتخذت إجراءات على المدى الطويل ممكن أن تسترد هذه الحقوق بالنسبة لمسلمي الروهينجيا. يعني في الوقت في ذات الوقت نعم في ذات الوقت المفوض الأممي لشؤون اللاجئين طلب اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، برأيك هل الأوضاع الحالية تتيح هذه العودة إلى الأراضي التي نزحوا منها؟ البعض يرى بأن أسباب اللجوء لم تزال، ما تعليقك؟ نعم سيدي الكريم، أسباب اللجوء لا تزال موجودة إلى الآن. فقط في اليومين الماضيين خرج ما يقرب من 800 شخص، أو في الأسبوع هذه الأيام الماضية خرج ما يقرب من 800 شخص من ولاية أراكان متجهين نحو بنغلاديش ودخلوا إلى هذه المخيمات في بنغلاديش. هذا يدل سيدي الكريم على أن هناك أسباب خطيرة جدا لا زالت تحدث في ولاية أراكان تدفع بهؤلاء الناس للخروج من ولاية أراكان وترك ديارهم وممتلكاتهم والذهاب إلى المجهول نحو بنغلاديش والعيش مثل الحيوانات في مخيمات بدائية جدا لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة. إضافة إلى ذلك أن سلطات ميانمار أتت بجرافات ومسحت القرى التي أحرقت في الحملة العسكرية السابقة، إضافة إلى أن سبل العيش وسبل التكسب انعدمت في ولاية أراكان، ولذلك ما يدفع المسلمين للخروج هو عدم وجود مصدر كافي للغذاء ووجود واستمرار الانتهاكات ضدهم. نعم الأستاذ عبد الله عبد القادر نائب رئيس وكالة أنباء أراكان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.